أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرسل فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. نطالع في المدى مقترح أمريكي بريطاني لإعادة انتشار البيشمركة في المناطق المتنازع عليها. ونقرأ في الزمان، حكومة كردستان تخفض الادخار في الرواتب الخاصة وسط تجدد التظاهرات. ونطالع في العرب اللندنية، مقتل مقتدى الصدر بالأحرى يعلن حالة الطوارئ، طوارئ شعبية ضد تزوير الانتخابات. وفي الهيئة، القسم الإغاثي في الهيئة يواصل تقديم المساعدات للنازحين ضمن حملة العراق الجامع الثالثة. ونقرأ في العربي الجديد، التهجير يحط في القلمون الشرقي وخلافات على اتفاق دوما. نشر في الخليج الإماراتية تحت عنوان شهيد فلسطيني وخمسة جرحى في اليوم الرابع لمسيرات العودة. ونطالع أخيرا وليس آخرا في الشرق الأوسط، إيران نائب يطالب بمكافحة الفساد في مكتب خامنئي. أهلا بكم. عند استعراض القوائم والتحالفات والأحزاب والائتلافات العراقية التي تستعد للانتخابات القادمة، نجد بسهولة أن العراق القادم لأربع سنوات أخرى هو نفس العراق المحتل والمنهوب والمسروق الذي يديره قادة العملية السياسية الفاشلة. إبراهيم الزبيدي يقول في صحيفة العرب اللندنية إن السياسيين الذين يمسكون بتلابيب العملية الانتخابية القادمة هم نفس الرؤساء والنواب والوزراء ورؤساء كتل البرلمانات السابقة ونوابهم ووكلاؤهم وقادة ميليشيات وشيوخ قبائل ومعممين. وقليل من هذه القوائم والائتلافات والأحزاب لا يستمد قوة صوته من إيران أو أمريكا أو أجهزة المخابرات الخارجية كما يصف الكاتب. يمكن تلخيص الوضع الحقيقي للعراق من العام 2003 وسيستمر أربع سنوات قادمة بأنه وليد ثقافة امتلك السلطة لتملك المال واستخدم المال لتملك السلطة. ولكن الأكثر إيلاما في هذه المخبزة الحارقة أن أي أحد من أصحاب السلطة لم يكن ممكنا له أن يمتلك هذه السلطة والمال لو لم تكن الأرض التي يمشي عليها صالحة للصيد ومشجعة عليه. فلا يمكن أن يعيش حاكم فاسد في شعب غير فاسد، كما لا يستطيع حاكم عادل وشريف أن يستمر في حكم شعب لا يحب العدل ولا يقدر النزاهة. والعتب كل العتب على الشعب العراقي ذاته وليس على الحشد السيء الممسك بتلابيبه منذ أكثر من 16 عاما ويزيد، وليست مفهومة ولا مهضومة أسباب صمته الطويل. كل هذه السنوات العجاف دون أن ينتقد ويقتحم قصور الذين خدعوه وينتقم لكرامته ولقمة عيشه مثل ما كان فعل مرات عديدة من قبل. إنهم سيعودون جميعا على رأس الوليمة من جديد بكل عيوبهم وفضائحهم، والذي سيعينهم على هذه العودة هو الناخب الجاهل والمرتشي والمأجور. أما المواطن الحر الثائر المنتفض على هذه المهزلة فمغلول اليد ومعقود اللسان، لا حول له ولا قوة ولا أمن ولا أمان. الكاتب يقول إن الشعب العراقي شعب متشائم ولا علاج له سوى أن يفيق ذات عام، كما يصف ذات يوم ذات عام، على قوة وطنية عراقية نظيفة كاسحة تستقطب الملايين من الغاضبين والمنتفضين والثائرين، مبرأة من الحزبية والشللية والطائفية والعنصرية والمصلحة الشخصية ودون رشاوة ولا فتاوى، فتطرد المنافقين والمزورين وتعيد وطنها إلى أهله سالما ومعافى من جديد. سعى قادة الكتل في الانتخابات السابقة إلى الدعوة وبإصرار لتطبيق ديمقراطية ذات توافقية سياسية، وما أن تحقق لهم ما أرادوا حتى برز صراع من نوع جديد.
دفع ثمنه المواطن فوجود الجميع في السلطة أفرز حالة شاذة، إذ تواطأ بعض المسؤولين الذين فرضتهم المحاصصة الطائفية على الدولة وقادوا البلد إلى مصير مظلم، بينما اختارت بعض الأحزاب دور المعارضة على الرغم من كونها من الأحزاب الحاكمة. عدوية الهلالي ترى في صحيفة المدى أنه وسط هذا الصراع الغريب تدهور وضع العراق الأمني والاقتصادي والاجتماعي، وتلبدت سماء الصورة السياسية بغيوم الانتقام والثأر والحقد الطائفي، وظل المواطن هو وحده من يدفع الثمن. بعد مرور سنوات من التناحر بين السياسيين وغموض الرؤية لدى الشعب، يعود نفس قادة الكتل ليطالب هذه المرة بنظام أغلبية سياسية ليضمنوا تصدر كتلهم للمشهد السياسي، محاولين تزويق صورة النظام الجديد الذين يدعون له وتجميلها بوعود التغيير الحقيقي الشامل. ربما سيحدث تغيير شامل إذا ما تغلبت إحدى الكتل السياسية على الكتل الأخرى وتولت الحكم، ولكن من سيضمن عدم محاولتها تذويب أدوار الأحزاب الأخرى وابتلاعها تدريجياً لينشأ لدينا عصر جديد من الدكتاتورية تنفرد فيه الكتلة ذات الأغلبية السياسية بالتحكم بمصير البلد؟ الغريب في الأمر أن هناك من يرى أن مثل هذا الوضع سيكون صحياً، لأنه سيفرز معارضة حقيقية وستعلو أصوات تشخص الخلل في إدارة الحزب الحاكم، وستعمل على إزاحته جدياً في الانتخابات المقبلة، لأنه لم يحقق للبلد ما رسمه من أهداف ووعود. ولكن ما الذنب الذي اقترفه المواطن العراقي ليظل متفرجاً على تجربة ديمقراطية جديدة يخوضها نفس المسؤولين الذين أذاقوا العراق الأمرين منذ أن تقاسموا السلطة؟ وهل نرضى بأغلبية سياسية قد تمتص ما تبقى من رحيق حياتنا مقابل أن نحظى بمعارضة حقيقية؟ الكاتبة تدعو العراقيين جميعاً مع اقتراب موعد الانتخابات بأن لا يقعوا في فخ وعود قادة الكتل الطامعين في الاستحواذ على مقاعد السلطة، فلن ينجحوا في إنقاذ العراق من أزماته، بل سيخلقون له أزمات جديدة، لأنهم لم يفكروا أصلاً في مصلحة المواطن منذ أن فكروا بتقاسم السلطة وفق أسس طائفية. إنهم يقاتلون حالياً من أجل أنفسهم ومصالحهم الشخصية، وسيقاتلون بضراوة أشد إذا ما اعتلوا مقاعد السلطة من جديد. أما المواطن العراقي فهو الذي سيدفع الثمن أولاً وأخيراً ما لم تتغير كل تلك الأسماء الممسوخة. في مشهد متكرر وبالسيناريو نفسه وقبيل كل انتخابات يشهدها العراق منذ الغزو الأمريكي للعراق 2003، تعاني مدن عراقية من تدهور شديد بالوضع الأمني يؤدي إلى نزوح عشرات العائلات منها بسبب المخاطر التي تواجهها. موقع الخليج أونلاين يسلط الضوء على ما تتعرض له مناطق حزام بغداد من تدهور الملف الأمني وتضييق الخناق على أهلها من قبل القوات الأمنية في مثل هذه الأيام، لا سيما مع اقتراب الانتخابات. كما تعلمون، الأمر الذي دفع بعض العائلات للسفر إلى كردستان أو إلى تركيا ودول أخرى حتى انتهاء الانتخابات خوفاً من الاستهداف والمضايقات. التقرير ينقل عن مواطنين من منطقة الطرمية شمال بغداد قولهم إن منطقتهم وفي كل انتخابات تكون قبلة للمرشحين والمسؤولين في الحكومة العراقية، ما جعلها تتحول لساحة صراع انتخابي كونها من أكبر أقضية بغداد، حيث يبلغ سكانها نحو 500 ألف نسمة، لافتاً إلى أن الصراع الانتخابي تحول إلى وباء على أهالي المدينة. وأشار التقرير أيضاً إلى أنه اقترب موعد الانتخابات حتى بدأت تلك المناطق تشهد عودة نشاط الجماعات المسلحة وفرق الموت التي تزرع الرعب والخوف بين الأهالي، لتنفذ على أثرها القوات الأمنية حملات عسكرية وعمليات دهم وتفتيش، فضلاً عن الاعتقالات العشوائية وقطع الطرق عدة أيام وإصابة الحياة بالشلل. ويضيف موقع الخليج أونلاين في تقرير أن التدهور الأمني الذي تشهده بعض مناطق التاجي والطرمية شمال بغداد وعودة عمليات القتل والتصفية الجسدية التي اعتادها العراقيون قبيل كل انتخابات دفعت العشرات من أبناء تلك المناطق
للنزوح إلى مناطق أكثر أمناً أو السفر إلى كردستان وتركيا ودول إقليمية أخرى حتى انتهاء الانتخابات خشية على حياتهم. ويختتم الموقع تقريره بالإشارة إلى أن التوقيت الذي عادت فيه الجماعات المسلحة لنشاطها في الساحة العراقية لا يعدو أكثر من كونه ورقة ضغط على الحكومة تقودها جهات سياسية وحزبية تعمل لصالح أجندات خارجية، متوقعاً أن تشهد الأيام المقبلة أحداثاً أمنية كبيرة وخطيرة كمحاولة لتسقيط رئيس الوزراء حيدر العبادي إعلامياً. نحو سوريا، سيدخل النظام السوري إلى مدينة دوما قريباً ليبسط سيطرته الكاملة على الغوطة الشرقية بريف دمشق، وسيتم دخول النظام إلى آخر مدن الغوطة تحت العلم الروسي، الأمر الذي يقلل كثيرا من حجم الانتفاخ الذي يظهر به النظام السوري وهو يروج لانتصاراته العسكرية والسياسية على نحو مبالغ فيه. بشير البكر يرى في صحيفة العرب الجديد أن ما بعد الغوطة ليس كما قبلها في جميع الأحوال، وكل من لا يعترف بالخسارة الكبيرة التي لحقت بالمعارضة المسلحة إنما يكابر ويقفز فوق الواقع، إلا أنها ليست بالتحول الاستراتيجي الذي حققه النظام والروس. صار مشروعاً اليوم التفكير في مرحلة ما بعد الغوطة التي يبني عليها النظام الكثير من الأمل، وهذا يستدعي وضع النقاط على الحروف والخروج باستنتاجات أولية. الأول، الغوطة ورقة مهمة في يد النظام والروس، ولكنها ليست نهاية للثورة بريف دمشق الذي يشكل العقدة الأساسية بالنسبة للنظام، وسيبقى كذلك، كما أن خروج السلاح من المعادلة ليس بالضرورة ضد الثورة السورية. الثاني، يريد الروس أن يجعلوا من الغوطة طريقاً إلى إخلاء المناطق الأخرى من فصائل المعارضة غير الخاضعة لتفاهمات أستانا. وهنا تكمن إحدى حججهم في اجتياح الغوطة التي خضعت لاتفاق تهدئة تم في القاهرة برعاية مصرية. الثالث، لا تعني خسارة المعارضة للغوطة نهاية لها، فالمعارضة لا تزال موجودة بقوة في عدة مناطق إدلب وريف حلب ومنطقة الجنوب التي تشكل ثقلاً رئيسياً، كما أن انسحاب عدة آلاف من المقاتلين المدربين من الغوطة ربما يضاف إلى رصيد الفصائل الأخرى. الرابع، لا يستطيع النظام أن يصرف ورقة الغوطة على مستوى سوريا ككل، حتى لو أراد الروس ذلك فهم مقيدون بتفاهمات أستانا التي ستحظى بالمراجعة في قمة أنقرة التي ستعقد في الرابع من نيسان الحالي. الكاتب يختتم بالقول إن هناك حقيقة مؤلمة صار من الواجب الاعتراف بها بعد تكرار إخفاقات الفصائل المسلحة، وهي لو أن فصائل الغوطة التي دخلت في حروب مع بعضها البعض لو امتلكت استراتيجية عسكرية ورؤية موحدة لكانت هي التي دخلت دمشق وليس العكس. فلسطين، عرت المجزرة الصهيونية البشعة التي ارتكبتها قوة الاحتلال الصهيوني في يوم الأرض عرت الجميع ووضعتهم في وجه لوجه أمام الحقيقة المرة. في ظل الانحياز الأمريكي المطلق طبعاً للعدوان وعجز وجبن المجتمع الدولي في التحرك ضد الإرادة الأمريكية وفشل الموقف العربي والإسلامي من الخروج من مربع الإدانة والاستنكار والبقاء في الفلك الأمريكي، رشيد حسن يتساءل في صحيفة الدستور الأردنية ما هو العمل والحل اللازم للجم الإرهاب الصهيوني المتصاعد ضد الفلسطيني. الموقف الأمريكي المعادي للشعب الفلسطيني هو وراء تأجيج العداء الصهيوني الفاشي وإطلاق إرهاب الدولة وارتكاب مجزرة يوم الأرض، ووراء استمرار الحصار على غزة واستباحة المسجد الأقصى واستمرار الاستيطان وسرقة الأرض وتهويد القدس، وأخيراً وراء وضع الشعب الفلسطيني وجها لوجه أمام الجدار الأخير والتساؤل بصوت عال، ما العمل وإلى من نلجأ بعد أن خذل الجميع الشعب الفلسطيني وآثروا أن يبقوا أسرى الكلام الخشبي ولم يجرؤوا أن يخرجوا عن النص الأمريكي ويقفوا مع الشرعية الدولية التي تدين الاحتلال والاستيطان والمجازر والعنصرية. إن استعراضاً سريعاً لتاريخ الصراع مع العدو نرى أنه يؤشر على حقيقة واحدة لا تقبل الجدل، وهي أنه لا بديل عن المقاومة
فهي اللغة الوحيدة التي يفهمها العدو، وهي التي تجبره على وقف الإرهاب ووقف المجازر وحروب الإبادة التي يشنها على الشعب الفلسطيني الأعزل. المقاومة هي التي أجبرت جيوش أمريكا الغازي على الفرار من فيتنام، والمقاومة هي التي أجبرت جنرالات فرنسا على مغادرة الجزائر، والمقاومة هي التي كسفت شمس الإمبراطورية البريطانية التي كانت لا تغيب عنها الشمس. الكاتب يؤكد أن شعب الجبارين كما يصف، الذي يخوض أشرس صراع منذ قرن من الزمان، قادر على اجتراح الأساليب النضالية التي تردع العدو وتزرع الرعب والخوف في أوصاله وتجبر المستوطنين على العودة من حيث أتوا وتفرض منع التجول على المستوطنات وعلى كامل الكيان الصهيوني، بعد أن تصبح الحياة في هذا الكيان غير آمنة، وحينها فقط يتوقف العدو عن ارتكاب المجازر والمحارق، وحينها يسارع الصهاينة إلى حزم حقائبهم على ظهورهم ليعودوا من حيث جاء أجدادهم وآباؤهم. منذ أن عين، أو بالأحرى عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جون بولتون مستشارا للأمن القومي، وسبقه بإقالة وزير خارجيته ريكس تيلرسون وتعيين مايك بومبيو خلفا له، والأحاديث داخل مؤسسات السياسة الخارجية تنصب حول ما إذا كان ترامب سيشن حربا جديدة. جاكسون ديهل يتساءل في مقاله بصحيفة واشنطن بوست، هل سيشن ترامب حربا جديدة بعد أن اكتمل عقد الصقور في إدارته؟ الكاتب يقول إن أي تحرك من جانب ترامب لشن هجوم غير مبرر على إيران أو كوريا الشمالية سيواجه بمعارضة من حلفاء الولايات المتحدة والكونغرس ووزير الدفاع جيمس ماتس وقادة في البنتاغون، وعلى الأرجح من القاعدة السياسية الخاصة لترامب التي اعتادت تشجيع لهجته حول الحروب غير المجدية. كما أن الحرب ستمثل مساراً مغيراً للدبلوماسية التي ينتهجها ترامب، وهي دبلوماسية ناشئة تعتمد على الإرهاق والخداع ثم التوصل إلى اتفاق، وهو ما حدث مع كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي التي علقت على اتفاقية التجارة الحرة التي أعلنها الرئيس الأمريكي. الخطر الحقيقي لا يكمن في أن ترامب سيختار طريق الحرب كما يقول الكاتب، فهو حتماً سيتعثر ولن يتمكن من شنها، وإنما الخوف من أن يقدم الرئيس الأمريكي على أعمال متهورة غير مرتبطة بأي استراتيجية. وبرأي الكاتب فإن أيار المقبل سيكون حاسماً بالنسبة إلى إيران وكوريا الشمالية، فعلى ترامب أن يتخذ قراراً حيال طهران إضافة للقاء القمة الذي من المقرر أن يجمعه بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون نهاية الشهر ذاته. الكاتب يرى أنه إذا قبل كيم جون بصفقة على غرار الصفقة الإيرانية ووعد بنزع السلاح النووي، فإنه سيتناقض مع طرح جون بولتون صاحب نظرية الضربة الاستباقية. يبقى السؤال الأكثر إثارة وأهمية، لماذا تم تعيين بولتون إذن؟ وإذا قرر بولتون دفع ترامب لتمزيق الاتفاق النووي مع إيران أو توبيخ كيم، فإنه سيخلق أزمتين ويسلم المبادرة لأعداء أمريكا، فالإيرانيون سيكونون سعيدين جدا بحسب الكاتب. بعيداً عن السياسة، أنقص وزنك أو اجلس في آخر الطائرة، هذه هي الرسالة الجديدة التي أعلنتها الخطوط الجوية التايلاندية بعد حظر الركاب السمان الذين يزيد محيط قصرهم على 104 سنتيمتر من درجة رجال الأعمال على أسطولها من طائرات 9787 دريم لاينر كما تسمى. وقال موقع الجزيرة نت
إن شركة طيران قامت بتجهيز أحزمة أمان في مقصورتها الممتازة بوسائد هوائية بغرض تلبية المتطلبات الصارمة المتعلقة بالمحافظة على حياة الركاب في حالة ارتطام رأس المسافر بخلفية المقعد الأمامي عند التباطؤ المفاجئ. وعادة ما يعطى الركاب الزائد الوزن وصلة لتمديد حزام الأمان، لكن الوسائد الهوائية يجب أن تكون في منتصف خصر الراكب لتكون آمنة وفعالة، وستقلل الوصلة هذه الحماية. لكن الركاب الذين يزيد محيط خصرهم على المقاس المذكور لا يمكنه التكيف مع أقصى حد ممكن لحزام الأمان، ويستثني الحظر الآباء المسافرين مع طفل في حجرهم في الدرجة نفسها كما جاء في التقرير. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.